صراحة دري يا حكومة حذري يا حكومة حذري يا وزراء حذري يا وزراء حذري. هذه الوقفة هذه كتجي تنزيل البيان الوطني الأخير اللي كيدعو الإضراب مع مسيرة جهوية يوم 21 اللي هو اليوم، ومسيرة وطنية إن شاء الله كاينة من قبة البرلمان اتجاه وزارة الصحة يوم السبت. هذا الاحتجاج جاء ردا على الاستهتار ديال رئاسة الحكومة بالاتفاق المبدئي اللي كان ما بين الوزارة والنقابات، واللي بقاو بعض النقاط عالقة في انتظار رأي رئيس الحكومة فيها، يعني خاصو يأشر عليها رئيس الحكومة، ولحد الآن ما توصلنا تمشي رد من عند رئاسة الحكومة، ولذلك كانوا هاد الاحتجاجات هادو باش نحاولوا إن شاء الله هاد الصوت ديالنا يوصل ويتفعلوا هذوك يتفعل هذا الاتفاق بصفة نهائية. هذا الحدث جاء كيف قلت سلفا تنفيذا لمقررات ومخرجات البيان الصادر من طرف المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين الصادر بتاريخ يوم 10/2/2024. مفاده هو الاحتجاج عن تأخير الرد من طرف رئاسة الحكومة لمجمل مطالب فئة الممرضين وتقنيين الصحة. كيف كيعرف الجميع والمتتبعين للشأن الصحي أنه كان واحد محضر اتفاق بين الوزارة الوصية وبين الفرقاء الاجتماعيين على رأسها النقابة المستقلة للممرضين وتقنيين الصحة. من بين هذه المطالب المهمة، أولا نجد العدالة الأجرية لفئة الممرضين وتقنيين الصحة لجميع الممرضين وتقنيين الصحة ابتداء من سنة 2024، تحسين شروط الترقي وأيضا الإطار الصحي العالي وإنصاف شيوخ التمريض، وأيضا إخراج مصنف الأعمال والكفاءات وإحداث الهيئة الخاصة بهذا الممرضين وتقنيين الصحة. إلا لا أننا نتفاجأ بتأخير هذا الرد الذي لم يكن متفقا عليه في محضر اتفاق بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين. الوزارة وعدتنا أنه يكون واحد الرد على الأقل في أواخر شهر يناير، إلا أننا نتفاجأ حاليا في أواخر شهر فبراير لا نعلم السبب. الممرضين والتقنية الصحة كيعتبروا هذا التأخير الرد هو استهتار وهو استخفاف بمطالبهم العادلة والمشروعة، لأن الممرضين وتقنية الصحة هم العمود الفقري للمنظومة الصحية وكيقدموا 80% من الخدمات على حسب آخر تقرير صدراته المنظمة الصحة العالمية. لذلك نسائل رئاسة الحكومة إلى متى هذا التأخير عن الرد، إلى متى هذا التماطل الذي لن يزيد إلا الطين بلة والذي لا يزيد إلا احتقانا داخل صفوف الممرضين وتقنية الصحة.